الأهلي بيختتم تدريباته استعدادا لنادي الزمالك. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة نادي الزمالك التي تقام مساء غدا على استاد الجيش ببرج العرب في ختام منافسات الدوري العام 2018-2019. طبعا زي ما حضراتكم عارفين توج النادي الأهلي. يا سلام، شايفين الصورة دي يا جماعة؟ ده واحد من أهم اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي، ودائما بيكون متواجد حتى لو هو مش موجود في القاهرة، ولكن أول ما رجع القاهرة الحقيقة راح وزار لاعبي النادي الأهلي وقعد معاهم، يعني لمؤازرة لاعبي النادي الأهلي قبل مباراتهم الهامة جدا بكرة إن شاء الله نادي الزمالك. النجم الكبير كابتن وائل جمعة وحرص على زيارة لاعبة النادي الأهلي في المعسكر التدريبي قبل التمرينة الأخيرة قبل مباراة غدا إن شاء الله. وزي ما حضرتك وقلت اخد شوية بس ما فيش مشكلة زي ما هو برضه ولا إيه؟ يظل وائل جمعة الحقيقة واحد من أهم اللاعبين اللي موجودين في مصر وفي النادي الأهلي خلال العشرة 15 سنة الأخيرة، ودائما متواجد وأحد رموز النادي الأهلي. الحقيقة أنا شخصيا بعتبره واحد من الناس اللي كان لها دور كبير جدا 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 في إنجازات النادي الأهلي خلال هذه الفترة أو الفترة الأخيرة. طيب واحنا كده طبعا نجمين كبيرين سواء الكابتن وائل جمعة أو الكابتن سيد عبد الحفيظ، ومؤازرة الكابتن وائل جمعة للاعيبة النادي الأهلي قبل مباراتهم الأخيرة أمام نادي الزمالك. برضو سيد الحقيقة يعني عامل شغل جامد جدا. سيد ده هيبقى ليه وضع خاص الفترة اللي جاية دي، هنعمل معاه حلقة قريبا جدا برضو لأنه اليومين اللي فاتوا دول كان فيهم شغل كتير قوي قوي، عايزين نعرف إيه اللي حصل وكيف تحمل سيد عبد الحفيظ الحقيقة خلال الفترة